السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين القسم 29 من الحركة الدائرية، مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. فتش في المدونة باسم الوحدة وليس برقم الوحدة. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل. مع افتراض أن الأرض كروية، تذكر أن نطاق خطوط العرض يتراوح بين 0 درجة عند خط الاستواء و90 درجة عند القطب الشمالي. ما المسافة بين دوبوك اللي خط عرضها 42.50 ومدينة غواتيمالا اللي خط عرضها 14.62 درجة عند قياسها من سطح الأرض؟ تقع المدينتان على خط الطول نفسه تقريبا. لا تهمل انحناء الأرض عند تحديد هذه المسافة. منحدد طول القوس بين دوبوك ومدينة غواتيمالا S و 2R في سيتا أو دلتا سيتا. دلتا سيتا هي الفرق بين الزاوية عند دوبوك والزاوية عند غواتيمالا. هذه دوبوك وهذه غواتيمالا، هي دلتا سيتا، وهي R. R جبناها من الثوابت، يعني مسألة قانون تعويض جواب. ضربنا بمعامل التحويل 2 باي راديان على 360 درجة، لأن هدولي بالدرجات، لأن هوني درجة 42.50 درجة ناقص 14.62 درجة. إذا مشان الدرجة تروح مع الدرجة، إذا 2 باي راديان تساوي 380 درجة. فيك بدالها تقول باي على 180 ممكن، فبيطلع عندك الجواب 3.0996 في 10.6 متر. ممكن تجي اختيار من متعدد. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من دعاء ستر الآخرة.